تبقى ايه بقى، صفرة كده، ها، تصفر. وهو يسألك ليه عندك كام سنة؟ هو بقى قليل الذوق، ما بيفهمش في الاتيكيت، زي مواق كده. ده راجل ما فيهوش ريحة الرجولة. ايه اللي للأدب السافل؟ اسأل براحتك، هتلاقي واحدة بتقول لك ايه، شايفة نفسي لسه ما جيتش، ما تخطيتش العشرين، ما وصلتش، ما جيتش عند العشرين ولا دست فيها لسه. وفي إجابة تانية ممكن برضو تفهمك وتجلطك الجلطة اللي رايحة للي بالي بالكم. أنا معمرة، أنا تخطيت المية وعشرين سنة ومكملة. في حاجة مضايقك في حاجة؟ وعلى فكرة تبع الاتيكيت برضو ان انت ما تقوليش لحد ان انت هتديله جلطة، ده أكيد عكس الاتيكيت تماما. وفي برضو متابع سؤال ايه؟ كام؟ مين؟ في كلمة كام دي مفروض تشيلها من القاموس تماما. تقصديني انا؟ لا عايزة اجابة صريحة وواضحة وخلاص. خلاص طب ما تقولي، خايفة من ايه؟ خايفة من ايه؟ الجلطة مش هتجيلك وحدي، دي هتجيلك واحدة واحدة. مش احنا بنعلم الاتيكيت؟ بقول لك الاتيكيت ما تقوليش حد هتديله جلطة. لا انا بقى ما عنديش ريحة الاتيكيت. ما عندكيش خالص.